مكونات المشروع. بعد ما تفتح بروجكت جديد فراح ياخذ لك يعني ضمن السوليوشن البروجكت العام راح يجي البروجكت اللي انت انشأته. اسم، لاحظ الاسم السابق اللي احنا اعطيناه First ISP MVC، فهذا هو البروجكت. يمكن انه تضيف اكثر من تطبيق، يعني اكثر من ابلكيشن ضمن البروجكت العام. لاحظ الملفات هذه وتفاصيل هالملفات جدا مهم. في البداية البروبرتيز، وهي هذه عامة في الدوت نت. إضافة لذلك عندك الريفرنس، أيضا الـ يعني الريفرنس اللي أنت راح تستخدمها في البرنامج. أيضا هذا يعني هذا الملف أو هذا القسم هو عام في تطبيقات الـ ASP.NET. عندك الأب ديتا، هذه لقواعد البيانات. الأب ستارت يحتوي على مجموعة من الكلاسات السي شارب الخاصة في بدء البرنامج مثلا. وعندك الكونتنت اللي هو يحتوي لك البوتستراب، ويعني الستايل الخاص في البوتستراب والسي اس اس. وبعد ذلك عندك الكنترولر اللي تكلمنا عنها. ايضا عندك هنا الفونت، مجموعه من الملفات الخاصه في الفونت. وعندك هذا المجلد الخاص في المودلز. وعندك هنا مجلد خاص في السكريبت اللي يحتوي لك الجي كويري وملفات البوتستراب الخاصه في يعني كجي اس. اما هذه هي تمثل لك الفيو، اوكي. وهنا يمثل لك هذا ابلكيشن كونفيج، ملف عام لضبط اعدادات الصفحه بشكل عام. هذه هي تمثل لك الايقونه، وهذا ملف الجلوبال. هذا يعني كملف عام ايضا موجود في تطبيقات الاي اس بي دوت نت بشكل عام. وظيفته طبعا تكمل ايضا ضبط اعدادات عامه خاصه في الصفحه. هذه هي الباكج، كل الباكج اللي احنا نضيفها باستخدام النوجت راح تجينا مباشرة على الباكج، راح تكون يعني راح تكون كاكزامبل، يعني كملف اكزامبل. وعندنا هذا ملف الريدمي، هذا اللي ظهر لنا في البداية طبعا في بداية الصفحة. هذا هو ملف الريدمي، هذا ما نحتاجه. تنقر كليك يمين عليه وتقدر تعمل عليه ديليت، لان احنا ما نحتاجه. واما بالنسبة للويب كونفيج، ايضا هذا هو ملف. لاحظ الان الملفات كويب كونفيج والجلوبال وعندك الاب ستارت، هذه هي ملفات خاصه في اعدادات الموقع بشكل عام، فهي ملفات جدا مهمه. فهذا ايضا ينضم يعني يكون ضمن الملفات العامه الخاصه في الموقع.